السلام عليكم اخي خلق مباشرة تنزي بارادة التاكسية زي بني شيكال اسم منش بعزق هنا غادي مزيد تعالى من ذي بارادة التاكسية شكنا ابن الرئيس هنا غا عبد العزق مزيد تعالى من ذي تدي بارادة نعاون كني بشي غا تعطينا الحج الصحي اللي يعوضك شوي صراحة ما عندنا بوش المعاونة وما عندنا بوش المفضل هذا اللي كان مارسه الصراحة ما قلت داروا لنا ثلاثة من الله يسير حقا احنا معاهم ثلاثة من الله يسير يكسر من يقل احنا معاهم احنا غير مع السهل ليلة السهل شوف ثلاثة من الله يسير لما يخرجوا لنا احنا مع البراجات اللي يحصل عام كل واحد عنده الحجر الصحي لان الناس بالحجر الصحي احنا ملتزمين الناس بلي شي كير ملتزمين الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم ملتزمين بالقوانين اللي صحيح الناس الاولى وملتزمين باي حاجه اللي هي الحجر الصحي ديالهم كل شيء ديالهم ولكن هذا احنا كنعانيو انت كتشوفوا هنا المهنيه انا انت مساك كيفاش كيعانيو الصوره تاع الخدمه انت ما كتشوفوا كيفاش دايره الراجل اللي خرج يومين ثلاث ايام ما يديرش بيا اخي يا اخي شحال كاين سوات من على فرح تمنى على فرح مع اللي يومين ثلاث ايام ما دير معنا ما دير له حيت ما زال كل واقع امر واقع ونهضروا بصراحه احنا ما عندناش الاخوان ما عندناش المعاونه اللي غتعاوننا في الشيء اخر اذا كنا ندير مصلحه دابا التاكسي كيفاش واش على شي استقبال ولا ناقص ناقص سنوات استقبال انت كتشوف الناس راهم اللي خرجوا في الصباح ما كاين اللي خدام يا اخي جينا مع 6 الصباح دابا ما دار حتى فياس مع 6 هذا هي الصراحه اللي نقولوا شي معاونه من شي جهه اخرى المازوت كنديروه بحالنا بحال الناس اللي تعاد المازوت كنديروه بحالنا بحال الناس عادي ما صورتش ولكن لا هذه ولا هذيك اللي غفل عين الطرف صراحه الصراحه اللي تقدم شي ورقه خاصه راه كيأدي الواجب ديالو سيد النائب كنائب الرئيس ما غاونش نعطي الصحيه ما ديناونش ما استفاد مشى الرميد النيني وما عاونكني مشاني والو تما قعني نهائيا وصراحة ماشي التغطية الصحية حنا نهضرو غير التغطية الفرادة بعد اللي عندنا في الوش راه في الجامعة ماشي نهضرو في التغطية الصحية ولكن شنو درتو مع هذاك تاع المحطة؟ كجار الشخصية بزاف عندنا ديك الصحية هذيك حنا التغطية الصحية حنا جايين نفتحو واحد الطبقة اللي هي ما كتكسبش كاع والو هي الصراحة اللي نقول لك ما عندنا دابا الاجتماع ما عندنا التغطية الصحية ما عندنا شي حاجة في برادة هنا شي غيسقفو لنا هاد البرادة هو بصراحة راك تعرفو هادشي راه مطروح الواقع محطوط الواقع براد هادي 4 سنين ولا 5 سنين دابا المحطة بلا الطواليت بلا ما بلا شي حتى شي حاجة تسمى بحال ماشي محطة بحال عشوائية عندنا 20 مليون كنقول لك راه عندنا الجامعة 20 مليون تاع الرئيس السابق كان دارها محمد الأول شكون اللي عطاها لنا؟ اي فيرمى عليها الرئيس السابق فيرمى عليها كل شيء القوانين كلها راه ولكن باش يعجلوا بداك الشيء حطوا هذا الواقع ما كاينش وعمرو ما درتو شي اجتماعات مع السيد الرئيس الحالي عمرو ما درتو راه نوتك راه سكتر حنا حتى الاجتماعات ولا بعض الاجتماعات اللي درنا معاه كيقول لك ودي راه غنحاولوا مره غنديروا جرده تما راه غنديروا لهي هذا ما عطاوش شي ايوا كيفاش الاخوان كيتعاملوا دابا على هذا الشيء على هذا الوضع دابا اللي كتقول انت كيفاش كيتعاملوا؟ انا غنقول لك واحد الميتة معطي في العربية كنقول له عينيك في زورك واش ما كيحرقوش كنقول له الدراري غير صابر هو اسمح لي اللي غنفهم راه كنفهم في هذه الحالة هذه احنا غير صابرين اخويا الصراحة صابرين صابرين دابا كاين بزاف ديال الناس دابا اللي خدامين في التاكسي ماشي ديالهم تسمى مضرورين بزاف لا دابا اكثرية التاكسي ماشي ديالهم دابا خدامين 20% ولا 30% اكثر من كذا عندي انا 30% لكن ودابا الا ما واحد البيا اخي كيفاش غادي دير باش توكل ولادك هذا هو المشكل نعطيك مثال اخر مجرد لعب يعني قال له انا خدام 150000 وكاري 150000 قال له واش كتاكل قال له كناكل مول الكرا انا كناكل مول الطاشي سيتو الشعور الصراحه هي سيتو 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 صايين مسجنا حتى دابا الوحده دابا مسجنا واحد يا اخي ب 30 درهم البرقانه والصباح حتى دابا واش هذه يا اخي المباراه هذه كندير واحد الفياج واش ديال المازوت ولا ديال الزرايل ولا ديال الصوف ولا ديال الكرا ولا تحت شي حاجه حنايا بغينا يساعدونا بشي حاجه ما استفدناش حتى من الرميد ولا حتى شي حاجه ودابا انتم الاول اللي غادي تستافدوا من الرميد انتم الاول الاوليه قال لك السحاب اللي خدام في الطاكسي اللي خدام في شي قطاع مبلع اللي خدام هو اللي غادي يستافد المهنيين اللي غادي يستافدوا هما الاول الاوليين حنايا ما استفدناش حتى شي حاجه دابا كاينين الناس مستافدين عندهم الحوانت عندهم هكذا مستافدين دابا حنايا راه خير خدامين ما مستافدينش رانا قلت لك من 6 الصباح حنايا راه واحد دابا اللي درنا واحد يا اخي 30 درهم واش ديال المازوت ولا ديال
نطلبوا من السلطات المحليه صوت 40 الرحمه هذا مساكن 40 الرحمه يعني مساكن لك معاناه ليس لها حل او اخر حاجه ندعو الله سبحانه يوفق وشكرا السلام عليكم اخي خلق مباشره تنزي باراد التاكسيات زي بني شيكار اسم من الرزاق الى غادي مزيت تعلم ديال باراد التاكسي كنا ابن الرئيس الى غادي الرزاق مزيت تعلم ديال باراد نعاود كني بشي تعطي لي الحج الصحي اللي يعوض شويه صراحه ما عندنا باش المعاونه وما عندنا باش نفضل اخر غير هذا اللي كنمارسو حنايا الصراحه ما قلت دارونا ثلاثه ديال الله يسيا حقا حنا معاهم ثلاثه ديال الله يسيا كثرنا يقل حنا معاهم لا غير مع الساعه ليله السنه دوك ثلاثه ديال الله يسيا ما كنخرجوناش لان مع البرادات اللي خصنا كل واحد عنده الدور الصحي اللي الناس الدور الصحي انا ممتاز بالناس اللي شكر ملتزمين الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم ملتزمين بالقوانين اللي خصنا نخرجوها ملتزمين باي حاجه اللي هي الحجر الصحي ديالهم كل شيء ديالهم ولكن انا حنا كنعانيو انت ما كتشوفوا انا المهنيه انا انت ما كتشوفوا كيفاش كيعانيو الصوره الصوره تاع الخدمه انت ما كتشوفوا كيفاش دايره الراجل اللي خرج يومين ثلاث ايام ما يديرش بيا خي بيا خي شحال كيسوا 8000 فرانك 8000 فرانك مع اللي يومين ثلاث ايام ما دير ما دير له حاجه ما مازوت تكون واقع الامر الواقع ونهضروا بكل صراحه دابا عندنا شي اخبار مع الناس المعاونه دابا تعاونا من جهه اخرى كبيره من المنصوره دابا التاكسي كيفاش واش عليه شي استقبال ولا ناقص ناقص تقول شنو هو السبب انت كتشوف الناس راهم اللي خرجوا في الصباح ما كاين اللي خدام يا اخي جينا مع 6 الصباح دابا ما درنا حتى فاير عسل شي هذا هي الصراحه اللي نقولوا شباب شي معاونه من شي جهه اخرى المازوت كنديروا بحال بحال الناس سيد النائب انت كنائب رئيس ما غنمشي للتغطيه الصحيه ما كيناونش ما استفاد مشى الرميد النيني وما عاون كني مشاني والو تما قعني نهائيا وصراحه ماشي التغطيه الصحيه حنا نهضروا غير التغطيه المرضى بعد اللي عندنا في الوزاره في الجامعه ولكن شنو درتو مع هذاك مع هذاك تاع تاع المحطه؟ جانا بزاف هذاك هذاك واحد حنا التغطيه الصحيه حنا جايين نفتحوا واحد الطبقه اللي هي ما كتحسبش كاع الصراحه لما نقول لك ما عندنا لا ما عندنا التغطيه الصحيه ما عندنا شي حاجه في برادا هنا شي غيسقفوا لنا هاد البرادا هو صراحه راك ما تعرفوهاش مفتوح الواقع الواقع برادا هذه 4 سنين ولا 5 سنين دابا المحطه بلا طواليت بلا بلا شي حتى شي حاجه تما بحال ماشي محطه بحال عشوائيه عندنا 20 مليون كنقول لك مع الجامعه 20 مليون راه بالجامعه نتاع الرئيس السابق كنديرها محمد اورا شكون اللي عطاها لنا؟ اي فيرمى عليها الرئيس السابق فيرمى عليها كل شيء القوانين كلها راه ولكن باش يعجلوا داك الشيء حطوا هذا الواقع ما كاينش وعمر ما درتوش الاجتماعات مع السيد الرئيس الحالي عمر ما درتوش راه نقول لك راه كثرت ثلاثه الاجتماعات ولا اربعه الاجتماعات اللي درنا معاه ترى غنحاولوا مره غنديروا جلطه في النهار غنديروا ليله ما عطاوناش شي شيء سيمون ايوا كيفاش الاخوان كيتعاملوا دابا على هذا الشيء على هذا الوضع دابا اللي كتقول انت كيفاش كيتعاملوا؟ انا غنقول لك واحد الميتة مع الفرقه العربيه كنقول له عينيك زورك واش ما كيحرقوكش كنقول له الدراري غير صابروا وراه اسمح لي اللي غنفهم راه كنفهم هذه احنا غير صابرين اخويا صراحه راه كاين بزاف ديال الناس دابا اللي خدامين الطاكسي ماشي ديالهم تما مضرورين بزاف لا دابا اكثر هي الطاكسي ماشي ديالهم دابا خدامين 20% ولا 30% اكثر ماشي ديالهم شي كاري الرقم عندي انا 30% ودابا الا ما درتي واحد البيا اخي كيفاش غادي دير باش توكل ولادك هذا هو المشكل نعطيك مثال اخر مجرد صحيح يعني قال له انا خدام 150000 وكاري 150000 قال له واش كتاكل قال له كناكل مولد انا كناكل مولد سيد كوش الصراحه هي واش ديال الماسوت ولا ديال الزراير ولا ديال الصوب ولا ديال الكراء ولا حتى شي حاجه ما
ما استفدناش حتى من الراميد ولا حتى شي حاجه. ودابا نتوما اللي غتستافدوا من الراميد، نتوما الاوليه قال لك السحاب اللي خدام في الطاكسي اللي خدام في شي قطاع مبلاع اللي خدام هو اللي غادي يستافد، المهنيين اللي غادي يستافدوا هما الاوليه. حنا ما استفدناش حتى من اي حاجه. دابا كاينين الناس مستافدين عندهم الحوانت عندهم هكذا مستافدين. دابا حنايا راه خير خدامين ما مستافدينش. رانا قلت لنا نستاد الصباح حنايا راني واخد مرحبا